عدنا مشاهدينا الكرام في الساعة الثانية الليلة في الرأي الحر. مونديال قطر، ماذا تبقى من مونديال قطر؟ عندما نبدأ الحديث عن هذا المونديال نبدأ من النهاية. الأرجنتين بطل العالم بعد مقابلة مثيرة حقيقة. الأرجنتين تتقدم 2-0، تعود فرنسا، تتقدم الأرجنتين 3-2، تعود فرنسا بضربة جزاء من بابي ثم الذهاب إلى ضربات الجزاء. يعني نهاية مثيرة لكأس عالم مثير من حيث التنظيم، حيث النجاح قطر في أن تقول بأنها دولة قادرة على تنظيم كأس عالم ناجح، بس ليس فقط ناجحة حسب شهادة الفيفا، كأس عالم متميزة، وهي آخر كأس عالم ستنظمها دولة واحدة فقط. الكأس العالم المقبلة ستكون منظم بين 3 دول، المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. على كل الكثير يقاول حال هذه الكأس، كيف خرجت قطر من هذه الكأس وهي التي تعرضت إلى حملة كبيرة جدا، حملة شرسة ويعني هجوم حاد قبل وأثناء الكأس العالم، ولكن مع ذلك استطاعت أن تقول للجميع أنها قادرة على تجاوز كل ما أحيك، دعنا نقول بوضوح، أحيك ضد نجاح قطر. ولكن رغم كل ذلك نجحت قطر، فلسطين أيضا نجحت في كأس العالم هذه، والمغرب. على كل سنعود بالتفصيل لكل هذه النقاط. قبل ذلك يبدو أن هناك رغبة للمشاركة معنا. هاتف منير من الجزائر، مرحبا منير. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. في الحقيقة ما كان أحد يستاهل كأس العالم هي قطر. قطر بتنظيمها، بشعبها، بثقافتها، أبهرتنا وأبهرت العالم ورفعت رؤوس العرب من المحيط للخليج. تفضل منير. وشكرا قطر، وشكرا قطر، وكذلك بالتوفيق للمنتخب المغربي، رغم اني جزائري وانا مع المنتخب الجزائري الذي لم يتاهل، مكتب النشر ربي سبحانه، ولكن مبروك للمنتخب المغربي للمستوى اللي ابهر به العرب وابهر به العالم. ورغم عن كل ما يقال عن علاقات بين البلدين، لكن نحن نهنئ المغاربه بالمستوى اللي وصلوا له، وفرحانين كذلك بقطر والمستوى اللي وصلت له قطر في التنظيم. طيب. وفي كل شيء، يعني ما تركت شيء، ستحرج كثيرا 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 الذين سينظمون المونديال بعد قطر. شكرا 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 منير اتصالك، ولكن انا قلت يعني انا فقط اعلق على ما ذكرتك بانك انت تهنئ الفريق المغربي رغم انك جزائري. لماذا رغم؟ يعني عادي جدا انك تهنئ الفريق المغربي وتتمنى له مزيد التألق، وإن شاء الله للفريق الجزائري، مع أن هناك لقاء، هناك نقطة لقاء يعني بين الفريق المغربي والفريق الجزائري، أولا في حماسة وروح اللاعبين، وأيضا في المدرب وليد وجمال. على كل شكرا لاتصالك منير. معنا أبو القعقاع من قطر، مرحبا أبو القعقاع. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ محمد. هي نجحت، نجحت البطولة، طلع نجحت البطولة هذه، طال عمرك لأنهم دخلوا فيها أمور حلوة، من أول خمور منها، والنساء حكام أول مرة يحكمون في كأس العالم، شوف لا صارت طال عمرك بطولة ناجحة بالمية مية، وبارك طال عمرك لفوز الأرجنتين، وأنا متوقع من أول أن الأرجنتين هي اللي بتاخذ الكأس وتلعب على الكأس سواء تفوز ولا ما تفوز. طيب سيدي، أول شيء طال عمرك في العرب صار لهم قيمة، كان أول ما للعرب قيمة يا أستاذ محمد، اليوم منظر العالم على العرب. طيب أبو القعقاع، يعني أنا أنتهز هذه الفرصة حتى يعني أهنئك كمواطن قطري وأيضا كعربي بنجاح هذه البطولة، وأيضا يعني التميز فعلا لقطر قيادة وحكومة وشعب على قدرتهم على احتضان بطولة بهذا الحجم وهذه الضخامة، أكبر تجمع بشري يعني فيه تنوع ثقافي يعرفه العالم هو كأس العالم طبعا، وتنجح قطر بامتياز. شكرا لاتصالك أبو القعقاع. نور الدين من المغرب، مرحبا نور الدين. السلام عليكم أخي العزيز. أهلا وسهلا، مرحبا. وأتمنى الخويا صالح عودة ميمونة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أخونا صالح.
وبالنسبة للمونديال نهنئ قطر على التنظيم، ولكن يجب أن نخرج ببعض الأشياء التي تهمنا نحن كشعوب عربية وفي المستقبل، لأن نحن نجحنا في كرة القدم هنيئا لنا ونفرح، ولكن ليس معيار لتقدم الشعوب مثلا كصحة وتعليم ومدارس. أين جامعاتنا؟ جامعاتنا لا تدخل مع التصنيف الدولي، الصحة، العمل، الشغل. وهنيئا لتميم أنه أظهر بأنه تميم الخير، بأنه أصلح بلاده ولم ينفق أمواله في شيء لا يعود بالفائدة على الشعب القطري. نحن نطلب كذلك من حكامنا أن يبنوا لنا بنية تحتية في المستوى، فنحن نريد بنية تحتية ونريد صحة جيدة وتعليم. إننا قادرون كشعوب عربية، هنا أظهر كأس العالم بأننا كعرب نقدر على كل شيء. العقبة هم السياسيين، السياسيين فاشلين، السياسيين فاشلين فقط، يذهبون إلى البرلمانات والنقاش بدون جدوى على الواقع. ها هي قطر، انظر دولة صغيرة وانظر ماذا فعلت. لا ترى الأزمان في الشارع، لا ترى الأزمان في الشارع. هنيئا لك يا تميم، هنيئا لك، نقبل رأسك ولا نزكي على الله أحد. على كل نور الدين، القيادة القطرية في أكثر من مناسبة وفي أكثر من تصريح لمسؤولية تقول بأن هذا نجاح وليس فقط لقطر، هو ملك لكل العرب والمسلمين، وأوضح ذلك في إن كان سلوك هذه القيادة تجاه كل من انتقدها وتهجم عليها، هذه من ناحية، ثم أيضا فيما قدمته من صورة للثقافة العربية الإسلامية في الأمر، قدمت صورة الثقافة العربية الإسلامية في قطر، وكان هذا منجز، يعني تقول قطر بأنه قدمته لكل أشقاء العرب والمسلمين. شكرا نور الدين. ولكن معنا هذه المرة نور الدين من الجزائر. تفضل نور الدين من الجزائر، مرحبا. السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام نور الدين. والله بالك نلخص لك واش صرا في قطر في هذا المونديال بأبيات لمفدي زكريا وأبو قاسم الشابي التونسي. نقول لك نوفمبر، هاد كأس العالم بدأت في نوفمبر. نوفمبر وغيرت مجرى الحياة، فكنت نوفمبر مطلع فجري، رسمت لنا في الدوحة بدري، فقمنا نضاهي صحابة بدري. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للحي أن ينكسر. نوفمبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا؟ نبحنا في لجج من دمانا، وللمصر قمنا نسوق الكفينا، وطلبنا نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين، وتبلى شباهنا بالبلايا، ونسهر من الظلم والظالمين. ولولا التحام الصفوف وقعنا، وكنا سماسرة مجرمين. يا ليت فلسطين تكفو خطانا وتطوي كما تطوينا سنين، وبالقدس تهتم لا بالثلاثي. نور الدين، أنا 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 لا أريد أن أقطع عليك هذا الاسترسال في الشعر. على كل، أنا أحييك وأحيي دائما مداخلاتك الطريفة، كنت في العادة تنقل لنا بعض الأهزيج، هذه المرة نقلت لنا من وجدانك هذه القصيدة. على كل، جيد أن يكون هذه الفرحة فرحة عربية، كما قلت بأن القيادة القطرية لم يعني تمتلك لي، لم تقل لأن هذا النجاح هو ملكي أنا فقط، قالت هذا نجاح لكل العرب والمسلمين، والصور التي قدمت على الثقافة العربية الإسلامية هي هذا وقعنا، وهذا ما تراه قدر، وهذه قطر عفوا، وهذه مقاربتها، وأيضا هذا الكلام يتقال في الجزائر ومغرب وتونس وكل العرب العربي. وهنيئا، دعني أقول هنيئا لنا جميعا. شكرا لك نور الدين من الجزائر. عبد الحميد من ألمانيا، مرحبا عبد الحميد. عبد الحميد من ألمانيا، شكرا على قبول هذه المكالمة اللي سمحت لنا باش يمكن نتكلموكم. تفضل. المهم غير نعطي واحد الرأي. تفضل. أولا خصنا نكونوا جد 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 متفائلين ونبنيوا على هذا الإنجاز
نشكروا قطر كبير يعني واحد الشكر كبير جدا جدا جدا، لأننا نرجعوا أول كلمة لأمير قطر قال بأن هذا مونديال العرب. بالضبط. بمعنى كان يتكلم باسم العرب وهذا شرف للعرب. والحمد لله كانت استمرت كنا 80 الناس استمر الفرحة مع المنتخب السعودي والقطري والتونسي، ولكن للأسف ما علينا، خصنا نكون دائما متفائلين. ختمها المنتخب المغربي يعني نسبيا على العموم كان يعني شيء رائع. إذا باش نبنيو على هاد الإيجابيات هذه ونكونوا أكثر تفاؤلا نفكروا في المستقبل، كيف نستفيد من هذا الإنجاز مثلا القطري ولا المغربي؟ أولا لإحياء قضية فلسطين، يعني كيف شفنا يعني الحضور ديالها بقوة. ثانيا كيف الجماهير العربية تفاعلت مع الإنجاز القطري مثلا والمغربي وضحضت هذه حدود سايس بيكو. وثالثا كيف يجب أن نستثمر في الشباب العربي، لأن قطر كانت في الموعد، إلا أن يعني بين قوسين يعني معذرة على هذا أن مثلا الدول العربية لم تكن في يعني في الموعد، لم تعد لنا مثلا فرقا من الشباب لنحتفي بالشباب العربي. ونتمنى في المستقبل هو عبد الحميد فعلا يعني ملاحظتك في العمق، يعني هذا مونديال كرة قدم، مونديال الشباب، مونديال فرصة يعني فرصة حياة للشباب حتى يرى العالم بشكل مختلف، ولكن في نفس الوقت الشباب العربي يموت في البحر الأبيض المتوسط في قوارب الموت، حرقة لأوروبا لفرنسا ولإيطاليا، شباب يموت يوميا، هذه القوارب تحمل الأكفان يوميا للأسف، شباب العربي يموت في البحر غرقا، ويعني من المفروض مثل هذه الفرص والمناسبات تعود بنا للسؤال عن وضع الشباب العربي إلى أين وصل. للأسف على كل أنا يعني أشكرك على هذه الملاحظة الهامة عبد الحميد، شكرا لاتصالك من ألمانيا. محمد من المغرب، مرحبا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. نشكرك أخي على هذا البرنامج، نحن نهنئ دولة قطر الشقيقة. ألو، تفضل في استماع، تفضل. نهنئ دولة قطر الشقيقة ونهنئ سمو الأمير الذي قام بدور طلائعي ويعني أعطى صورة واضحة بأن الوطن العربي باستطاعته أن ينظم هذا الكأس، ونحن نشكره من المغرب كذلك، ونحيي جميع الشعوب العربية ونهنئ المنتخب الوطني على ما حققه من إنجازات، ونهنئ جميع المشاركين في هذا المونديال، وكنشكر مرة أخرى دولة قطر ونحييها ونشد على أيديها بما قامت به. طيب محمد أنت من المغرب، يعني قيل الكلام كثير حول الفريق المغربي بعيدا عن المهارات اللاعبين وبعيدا عن يعني النتائج وعن الأهداف وعن الوصول إلى نصف النهائي، هذا الفريق كان يعرف أزمة قبل الذهاب إلى المونديال، صحيح ترشح ولكن يعرف أزمة داخلية، كان هناك ذكاء من المسؤولين في الجامعة أنهم أتوا بوليد الرجراجي مكان خليلوفيتش أو خليلوفيتش المدرب البوسني. ألا تكون هذه رسالة أيضا للمسؤولين في الدولة وللملك وللمؤسسة الملكية أن تضع الإنسان المناسب في المكان المناسب؟ جامعة كرة القدم وضعت الإنسان المناسب في المكان المناسب، هل هذه رسالة يحملها كأس العالم للقيادة المغربية حتى تضع المناسب الشخص المناسب في المكان المناسب؟ العديد من المؤسسات في المغرب تعاني وفيها كثير من المشاكل، لا لشيء إلا لأن لا يوجد فيها الشخص المناسب، لا يوجد فيها بين ظفرين وليد رجراجي للاقتصاد وللمؤسسات الصحية والمؤسسات الخدمية وخلافه. تفضل محمد. لأن والد الرجراجي قد قدم درسا في الوطنية أولا، يعني جميل الحماس، نحن نعيش وطنية يعني لا منتهى لها في المغرب، يعني الكل يحيي هذا الفريق من نساء ورجال وشيوخ وأطفال، يعني والد الرجراجي يعني
يعني خلق المفاجأة. وكذلك نحن الإطار الوطني نحن نريد أن نعترف بالأصول الوطنية. يعني اليوم والد الركراكي أعطى درسا لهؤلاء المسؤولين في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن باستطاعة ناخب وطني أن يكون من هذا الوطن، وأن اللاعبين يعني كذلك من هذا الوطن. كما شاهدنا نحن في المغرب المقابلة بين المغرب وفرنسا، أن المثل يقول بأن لأول مرة في التاريخ بأن الفريق الإفريقي بو يعني بيض والفرق الأوروبيين سود، يعني واحد نوع ديال الاختلاف. ونتمنى أن يعيد النظر في هذه الأمور بأن تعطى للكفاءات الوطنية المبادرة مرة أخرى في جميع المجالات الرياضية أو غير الرياضية. شكرا محمد. فقد أعقب على فريق من البيض وفريق من السود. هنا يعني هنا تتحدث أنت على يعني التنوع الديموغرافي. فرنسا دولة أوروبية ولكن تقريبا جل لاعبيها هم من اللاعبين الفرنسيين من أصول إفريقية، وهذه الملاحظة يعني حتى نضع كلامك في سياقه. في حين الفريق المغربي يعني هو من أبناء المغاربة، ولكن أيضا يجب الملاحظة أن العديد من اللاعبين المغاربة هم مولودين خارج المغرب وتعلموا كرة القدم خارج المغرب ولعبوا ويلعبون الآن في أندية خارج المغرب العديد منهم. على كل مهم جدا حتى نفهم ونستخلص الدرس من تألق الفريق المغربي. وليد من باريس، مرحبا وليد. ألو. مرحبا وليد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي حبيت ندخل ولكن مانيش حاب نمشي مع بنفس التيار وش هم يحضروا الإخوة الآخرين. خذ راحتك. يعني رانا نتكلموا في كلام سطحي وكلام مشي عميق، ما ناش نتعمقوا في الامور. كي تقول لي ان قطر شرفت، انا والله هنا في باريس نعمل مع فرنسيين مع هم يضحكوا على قطر، يقول لك شراو كل شيء، يعني داروا كل شيء بالاموال، ما داروش يعني بالفكر تاعهم وبال والامكانيات البشريه. وانت ايش جاوبتهم وليد؟ انت مقتنع بكلامهم يعني؟ والله انا ما نقدرش نجاوبهم لاني انا لست اولا ماشي قطري بس نقدر نجاوب في ولكن يعني انت عربي، ما المفروض انك الى حد ما تحس بحاله من الانتماء. انا حبيت نجاوب صح ما عنديش الحجج. هما كيقولوا لي انه الملاعب اللي راكم تفتخروا بهم الأوروبيين والأمريكيين واليابانيين وباقي الشعوب هي اللي بنتها لكم، تفتخروا بالتكنولوجيا وماشي أنتم اللي عملتوها، تفتخروا بالكاميرات واللي راكم تصوروا بها حتى داخل الملعب وخارجه، لستم أنتم الذين. أنا واش نقدر نجاوب؟ طيب خليني نجاوب أنا في مكانك لو سمحت. قطر لما كان عندها الإمكانيات المالية الضخمة لم تصرفها في أشياء لا معنى لها. عندما هذه الملاعب هي اشترتها قطر بأموالها ولم تشتريها بأموال استولت عليها. يعني قطر اشترت الملاعب وأتت بشركات حتى أنشأت بنية تحتية يعني خمسة نجوم دعنا نقول بأموال قطرية، لم تستولي على خيرات الشعوب مثل ما تفعل فرنسا، مثل ما فعلت فرنسا في الجزائر، استولت على خيرات الجزائر وقمح الجزائر وقتلت 1.5 مليون جزائري. فرنسا استولت على فوسفات تونس والمغرب وقتلت منهم الآلاف. فرنسا استولت على خيرات تشاد والمالي والنيجر وكل إفريقيا، والشركات الفرنسية للآن ما زالت تستغل الثروات بالتواطؤ مع حكومات عميلة وتستغل الناس وتقتلهم وتقتل العديد من القرويين حتى تستغل المناجم في عدة دول إفريقية، عصابات فرنسية ويعني تقارير حقوقية كثيرة جدا. قطر أنشأت هذه الملاعب ليس دفاعا عن قطر ولكن دفاعا عن الحقيقة بأموال قطرية ولم تستو على شعوب ولا على خيراتها. فرنسا وغير فرنسا من الدول الاستعمارية سطت على الشعوب وقتلتهم حتى تستمتع بخيراتهم. هذا هو الدرس الذي يجب أن تتعلمه فرنسا وألمانيا وبريطانيا وغيرهم من هذه الدول لقرون وهم يستغلون الشعوب
والآن عندما أرادت هذه الشعوب أن تستفيد بقدراتها وبذكائها بأموالها، ليس لفرنسا تعطي دروس، ليس لفرنسا أن تعطي دروس. يعني مسألة واضحة، أنت جزائري وأنا تونسي ولا غيره، نفهم أن ليس فرنسا أن تعطينا دروس في هذا المجال. إن شاء الله تكون وصلت. وأنت ممكن هذا الكلام تقوله لفرنسيين زملائك في العمل، ليست فرنسا من تعطي دروس. قطر لم تسرق الأموال من الجزائر، لم تسرق ولم تقتل 1.5 مليون جزائري. شكرا لاتصالك وليد. ما زال عندك مدخول، تفضل وليد. ما زال عندك مدخول. جاوبتني على فرنسا، أنا ما تكلمش على فرنسا. فرنسا أصلا ما عندهاش استثمارات ربما في قطر. لا أنا جاوبتك، أنا جاوبتك، أنا الإجابة ليست ليك، هي ليك ولغيرك، لمن يقول يعني هذه ليست تكنولوجيا قطر وليست منشآت قطر. قطر استفادت بأموالها وعرفت توظفها للتوظيف الصحيح، وهذا هو المطلوب. مع ذا التكنولوجيا هي مسألة مشاعة الآن، ما عادتش هذا وهم، معناها هذه مسألة هي صناعة وهم لا أكثر ولا أقل. من يملك القدرة والإمكانات يستطيع أن ينجز، فقط توجد الإرادة. شكرا وليد. علي من فرنسا، مرحبا علي. عزيز من فرنسا. من المغرب. عزيز من المغرب، تفضل يا عزيز. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، مرحبا. أنا أبدأ من أين أنت يا أستاذ. فرنسا هي آخر دولة ممكن أن تعطينا دروس في حقوق الإنسان وفي حرية التعبير وفي مواضيع هكذا. فرنسا قتلت الملايين وليس الآلاف، قتلت الملايين عبر أنحاء العالم، ليس في الجزائر فقط. نعم. وفي دول المغرب العربي أو إفريقيا، بل قتلت الملايين في آسيا. لا ننسى الحرب الهند الصينية وما دفعوا هناك. قطر شرفت العالم العربي، قامت بتنظيم رائع، شكرا قطر. أن تقع حوادث في أوراش هذا شيء عادي. هم الآن فرنسا تشتغل على أوراش أولمبياد باريس 2024، وهناك العديد من العمال الغير الذين ليس هو العديد من العمال من غير البلد، والعديد من الاستثمارات القطرية في فرنسا تماما التي تماما الأموال القطرية حلال، وتنظيم الكأس العالم حرام. لاحظ معي سيدي، لاحظ معي شيء خطير. غدات مقابلة غرب وفرنسا، طلع علينا البرلمان الأوروبي بأضحوكة قطر جيت وموروكو جيت، أن المغرب وقطر يعطون رشاوى للبرلمان الأوروبي لكي يدافعوا عن مصالحهم. ومن حرك هذه؟ جريدة لوموند، جريدة لوموند التي تأخذ، التي كل صحفيها معروفون بأنهم يتلقون رشاوى من العديد من الدول لكي يمرروا سياساتهم، هذا معروف. سيدي لنترك هذا، لنتحدث عن النجاح الباهر للمونديال. تفضل. قطر أوفت وكفت. المنتخب المغربي كان ملح، قام بشيء رائع. الجمهور العربي أبان على أن هناك وحدة عربية حقيقية، ليست إنشاء كلام إنشائي كما يقال في وسائل الإعلام. هناك فعلا وحدة عربية. الكل أنا أشجع المنتخب المغربي، وأنا أؤكد لو كان منتخبا عراقيا أو سوريا أو لبنانيا هو الذي وصل لهذا الدور لكان نفس التشجيع. أشجع المنتخب المغربي لأنه منتخب عربي أمازيغي يمثلهم جلدتهم، وهو يمثل أمانيهم وطموحاتهم. الآن ماذا سيقع من بعد؟ هناك شرق أوسط جديد، هناك عالم عربي جديد يتطلع إلى أن يكون متفوقا، ليس فقط في الرياضة، في كثير من المجالات، في العلوم، في الأداب، في الفنون، في الرياضة. نحن لسنا أقل شأنا ولسنا أكثر شأنا، نحن مثلنا مثل باقي 8 مليارات من البشر الموجودين فوق الكرة الأرضية. نحن بإمكاننا إذا عملنا وإذا قمنا بما يلزم من سياسات تعليمية وسياسات اقتصادية واستثمارية. عزيز بعد إذنك، أنا دعني أتوقف معك في إذا عملنا وإذا أردنا، يعني أتوقف معك هنا لأن هذه كلمة السر، وهذه هو المفتاح، ما فيش أسرار، هذا هو المفتاح، العمل والإرادة. أشكر اتصالك عزيز من المغرب. عبد الرحمن من المغرب أيضا، مرحبا عبد الرحمن. لا أستمع إليك بشكل جيد، لو يعني العمل والإرادة. أشكر اتصالك عزيز من المغرب.
عبد الرحمن من المغرب. أيوة. مرحبا عبد الرحمن. طيب مش عارف زملاء على كل إن كان عبد. طيب مصطفى من المغرب. طيب إلى حين تترتب الاتصالات لأنه كثيرة جدا الاتصالات و خلينا نبقى شوي مع الرسائل. الفائز بكأس العالم رياضيا هي الأرجنتين. طيب مصطفى معنا مصطفى من المغرب قبل الذهاب للرسائل. مصطفى مرحبا. مرحبا أخي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاوز المشاركة في هذا البرنامج بعد أسئلة على نظام على التنظيم التي قامت به قطر، ونشكر جميع الدول العربية التي ساهمت في تشجيع الفريق المغربي، ونشكرك على هذا الرأي الحر التي يتلج قلبنا ببرنامج وبالحقيقة والرأي الحر التي يدافع عن الإسلام وعن المسلمين. أما بالنسبة لقضية الفرنسيين فنحن نعرف الفرنسيين، عشنا معهم وندرس اللغة الفرنسية في المغرب. هذاك الأخ اللي كان سابق من فرنسا يقول على البناية التحتية التي بنت قطر، الحمد لله قطر استثمرت فلوس ديال 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 النفط وبينت الشعب في الخير ديالها، وهذا راجع ليها السيرة الحكيمة ديال الأمير قطر. وكنتمناو جميع الدول العربية تحدو حد قطر، تبين البنية التحتية ديالها وتبين النعمة ديال النعمة ديالها على الشعب ديالها. شكرا. اشكرك الاخ على البرنامج. مرحبا بك في كل مره. شكرا مصطفى من المغرب. معنا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. اهلا بك يا اخي. اليوم نهايه كاس العالم، ونفرحوا ونباركوا لقطر اول شيء، ونفتخروا بقطر، ونفتخروا حتى بالمغرب اللي كانوا واحد سواء كنقولوا مثل الملح على الطعام اللي زادنا ور الوطولة وواحد العرب الحمد لله وواحد المسلمين. أما قضية فرنسا والعنصرية وحقوق الإنسان والتخلف والقتل هذا ما ليس وقته الآن. أنا علينا الآن أن نغتنم الفرصة ونفرح بالنجاح الباهر اللي حققته قطر شعبا وأميرا، والدول العربية كاملة الحمد لله، والمنتخبات العربية شرفتنا والجمهور العربي، وحتى الصورة التي أعطتها قطر عن العالم الإسلامي والعالم العربي هذا هو الشيء الذي نفتخر به الآن. أما قضية التخلف والحقوق والإجرام الفرنسي هذا كان من زمان، من مئات السنين. أشكرك محمد من المغرب، شكرا على اتصالك. محمد من الجزائر هذه المرة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم لباس. أهلا وسهلا، تفضل. شيخ اسمح لي، راني واش الموضوع هذا باش نخرف الله تمام. يعني الصوت يتقطع، انا مسموح بس حول ماذا نسمحك؟ واش الموضوع هذا؟ طيب فقدنا الاتصال من محمد. على كل سماح محمد دنيا واخر. انا فقط اريد ان اقرا رساله من هناء من فلسطين، هناء مقيمه في المانيا. تقول الفائز، رسالة مهمة، تقول الفائز بكأس العالم هي الأرجنتين، أما معنويا هذا رياضيا، الفائز بكأس العالم رياضيا هي الأرجنتين، أما معنويا فالفائزون كثر، على رأسهم قطر، المغرب وفلسطين طبعا، أما الخاسرون فعلى رأسهم دولة الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت الترويج للتطبيع مع الشعوب العربية، فعادت بخفي حنين وتجر وراءها ذيول كأس الفشل. أبو آدم من المغرب، مرحبا أبو آدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. أولا نشكركم على هذه التغطية الجميلة خلال هذا المونديال لقناة حوار الغراء. شكرا. في البداية أهني دولة قطر على حسن التنظيم، يعني التنظيم الخرافي والأسطوري. كما الذي شرف العرب والأفارقة والعالم الثالث بتأهله لنصف نهاية كأس العالم، وكان من الممكن للمغرب
أن كان من الممكن للمغرب الوصول لنصف النهاية لولا المجزرة الكيمياء التي أدت إلى إقصائه ربما بين قوسين دعمه لقضية فلسطين من خلال رفع العلم الفلسطيني، وهذا مرفوض على مستوى الفيفا وعلى مستوى العالم. كما أتمنى للعرب أن يستلهموا من هذه التجربة المغربية ويقومون هما يقومون أيضا هم كذلك بمجهودات للوصول إلى تظاهرات دولية. وعندي واحد الرد على والد من باريس، أقول له ما قامت به قطر من الصعب على أن تقوم به أي دولة في العالم، في حين هناك دولة بترولية في إفريقيا عجزت عن توفير ملاعب بمواصفات عالمية لتنظيم تظاهرة إفريقية بسيطة. والفاهم يفهم، وشكرا. والفاهم يفهم، شكرا أبو آدم من المغرب. رسالة من نزار من الولايات المتحدة الأمريكية يقول ألف مبروك لحكومة قطر وشعب قطر لاحتضان المونديال 2022، ومبروك للأرجنتين وميسي. يعني أكيد تابعتم رفع ميسي لكأس العالم بالعباية، يعني هذه درس في عملية التسويق، التسويق السياسي وأيضا التسويق لصورة الدولة. ومهم أن تصبح قيادة الدولة تتقن هذه الآلية والأدوات التسويق لصورة قطر، يعني هذه تكفي. في آخر الأمر ميسي رفع كأس العالم بالعباية القطرية، هذه تكفي. على كل العديد هي الرسائل، أنا أعود إلى بعض الرسائل. الشعب المغربي في انتظار وصول الأطلس وسيكون احتفال وطني كبير، وهنيئا لقطر وهنيئا بالفريق الوطني موحد من المغرب. كذلك إدريس من المغرب، السلام عليكم، لقد حصل المغرب على نتيجة مشرفة جدا رغم الظلم الذي تعرض له في المباراتين الأخيرتين. على كل هذه لعبة الكرة القدم، يعني دائما توجد تجاوزات. عبد العالي من المغرب، هنيئا لقطر، أبهرت العالم وكأحسن تنظيم وانضباط، شرفت العرب والأمة الإسلامية والغرب عرف أكثر ما لا يعرفه عن العرب والمسلمين. هذه ملاحظة قيلت على لسان العديد من الصحفيين ومن الإعلاميين وحتى من رجالات الرأي العام الذين زاروا قطر في كأس العالم، وقالوا علينا أن نراجع هذه النظرة للعرب، أن نراجع النظرة لقطر، علينا أيضا أن نراجع حساباتنا عندما تهجمنا بشراسة وبحدة وأحيانا بوقاحة على قطر. هذا مهم جدا، يعني كأس العالم ثبات قطر على رؤيتها، على مقاربتها، على سيادياتها الثقافية، مهم جدا، جعل الجميع يفهم بأن لا، ليست المسألة، ليست كل الدول يمكن أن يتلاعب بها، هناك دول لها شخصيتها وقيادتها لها شخصيتها وقد تفرض رؤيتها، وهذا مهم جدا. وفي عودة للأموال، قطر عندما تحسن إدارة أموالها وتستثمرها بشكل جيد تكون هكذا النتيجة، وليست كدول عربية أخرى التي ممكن تملك أموال أكثر من قطر، ولكن الاستفادة وتوظيفها بشكل جيد هو ذا يصنع الفارق. عبد الله من فرنسا، مرحبا عبد الله. محمد ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. المشاهدين والإخوة العاملين وراء الخطوط وكل من يستمع إلينا. يا سيدي، بالنسبة لي يعني لا أدعي في العلم معرفة، ولكن أنا أعتقد بأن أمتلك الحد الأدنى من مقومات علم الاجتماع لدراسة هذه الظاهرة اجتماعيا، وخاصة ما يخصنا نحن الأمة الإسلامية بصفة عامة. نعم، هذا كأس العالم كان مصبارا ومحرارا ومقياس حقيقي قسنا من خلاله بأن هذه الأمة ما زالت حية، وبأنها لم تضرب في الصميم، وبأن بالرغم من كل الحروب التي شنت عليها يعني من حوالي 4 قرون لضربها في صميمها ولضرب عقيدتها ولضرب وحدتها ولضرب الفرد ولضرب القيم والأخلاق والمكون الاجتماعي الذي يجمعها، لكن استشرفنا وقرأنا من خلال بين أرجل اللاعبين بأن هذه الأمة أمة حية، أمة واحدة، أمة متماسكة، أمة تمتلك كل مقومات
الاهرامات النهوض ثانية، وإن شاء الله هي موعودة بالنهوض، ويعني وأن فقط ما يفرقها هي تلك الأنظمة الخائنة العميلة، أنظمة سايس بيكو، أنظمة الاستثمار الغربي، ويعني وكل هذه مبشرات، وكل هذه تنم على أن القادم خير إن شاء الله، وبأنه يكفي أن توجد قيادة سياسية برؤية رشيدة حتى تعود هذه الأمة لتضيف إلى الإنسانية ولتبدع ولتقود الإنسانية ولتحارب كل قوى الشر والردة التي تستعبد الأمم وتستعبد الإنسانية بقطع النظر عن المنأى والعقائدي أو الديني أو الاجتماعي أو الثقافي. والفائز الحقيقي وعند يعني وأعطى وتنظيم قطر بالذات لكأس العالم، انظروا عندما تكون القيادة راشدة كيف تسخر يعني إمكانيات دولتها، وكيف أصبحت لها القوة الناعمة، وكيف فرضت إرادتها سياسيا وعالميا يعني، وهذا مثال يحتذى به. وأيضا هذا كأس العالم كسر ذلك الصنم الذي حاولوا من خلاله ترويجنا إلى العبودية الطوعية أو إلى الدمار الذاتي، بأننا جينيا متخلفين، وبأن هذه بأن اللغة العربية لغة متأخرة، وبأنها سبب نكبتنا ونكستنا يعني. ها بقطع النظر هنالك جوانب حتى في البحث العلمي يعني على المستوى العالمي، هنالك عرب ومسلمين بصفة عامة متألقين، بل هم رواد، بل هم سبب نهضة أمم أخرى يعني. انظروا إلى النازة، كل تقريبا جل نوابغ النازة من باكستان تقريبا. انظروا إلى إخواننا الأتراك، إخواننا الأتراك يعني لا يتكلمون اللغة العربية. انظروا إلى دولة قادرة، دولة مصنعة، دولة يعني تذهب في صاروخيا. انظروا إلى النهضة الماليزية، كل هؤلاء لا يمتلكون حتى 1/5 من ما نمتلكه نحن الأمة العربية المسلمة من ثروة ومن أدبغة ومن. وكل هذا يدل على أن هذه القيادات الخاينة العميلة هي سبب النكس الحقيقي، وأن هذه الشعوب هي بيّنت بأن شعب واحد. يا أخ محمد، أنت عندما تنظر إلى الفيديوهات الآدية من أندونيسيا، كيف الأندونيسي هذا الذي أجاب الأندونيسي للعربي، جابوا القاسم المشترك لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا ناشط سياسي وحقوقي، وحضرت مع الإخوة إخوتنا من الأوغور، إخوتنا المضطهدين من الأوغور يعني، ولم تتصور فرحتهم وكيف كانوا، لكن خانني الهاتف في تسجيل مقاطع يعني. انظر وإخوتنا يعني إخوتنا يعني في إفريقيا السوداء، وإخوتنا في كل. عبد الله يعني بعد إذنك يعني شكرا اولا على اتصالك، ولكن لا انا لن اقطع عليك، ولكن فقط سؤال يعني رؤيتك وقراءتك لهذا الاختراق الفلسطيني. فلسطين حاضره منذ يوم الافتتاح الى يوم الاختتام وبقوه، في بسرعه كلمتين بالضبط. انت عندما تنظر في كل ما طرحت، حتى لا اعود الى نفس الطرح، انت عندما تجد الاندونيسي يحمل العلم الفلسطيني، وتجد الايغوري المضطهد في وجوده والمحارب في وجوده يحمل العلم والهم الفلسطيني، وانظر انت يعني عندما تجد الاماراتي يحمل العلم الفلسطيني، والمغرب الحر الابي يحمل العلم الفلسطيني، والتونسي المضطهد والجزائري، وكل هؤلاء تعرف بان هذه القضيه قضيه محوريه، هي قضيه الامه، وبها سننتصر ان شاء الله. انا لا اريد ان اقاطعك عبد الله، لا اريد ان اقاطعك. في ثواني تفضل. أختم حتى أنبه المثبتين، وأنبه أولئك الغربان السود الذين يغردون ويعني بأننا انتهينا وبأننا متنا. انتبهوا، إياكم، سنحاجكم أمام الله. ادفعوا بالأمل في الأمة، وهذه حقيقة وليس تسويف. الأمة حية والأمة قادمة وتتوفر الإرادة. أنا مع الأدفع بالأمل. هناك رسالة أخلاقية، شكرا لاتصالك قبل كل شيء عبد الله من فرنسا. هناك رسالة أخلاقية إنسانية رائعة جدا قدمها الفريق المغربي، لا يجب أن نقفز عليها. هذا البر بالوالدين وخاصة بالأمهات، وهذا رد الجميل والاعتراف بجمائلهم وبدورهم. يعني العديد يراك فقط النجاحات، ولكن تقريبا وراء كل لاعب مغربي هناك قصة اجتماعية، قصة عذاب قبل أن تصبح بعد ذلك قصة نجاح. يعني يجب العودة إلى بوروتري أشرف الحكيمي وغيره من اللاعبين، يعني حتى نعرف المعاناة التي كانت وراء وصول أشرف حكيمي، وهذه الرغبة من والدته ومن والده حتى يعني يتعبون يشقون حتى يصل أشرف حكيمي يتدرب ويلعب ويكون في هذا المستوى. الكل شكرا من القلب، كل قلب عربي
لكل لاعبي منتخب المغربي لمدربي وليد الركراك على هذه اللمسة للأمهات، وكأننا نرى أمهاتنا وكأن هي نفس اللقطة نريد أن نقوم بها تجاه أمهاتنا، نابوا عنا اللاعبين في المنتخب المغربي ومدربهم. حسام من فرنسا، مرحبا حسام. طيب إلى أن يجلس حسام أعود للرسائل. رسالة حسن من فرنسا. طيب حسن، مرحبا حسن. حسن أهلا وسهلا بك. طيب رسالة من حسام من تركيا. هل ستتوحد العرب بعد المونديال أم سنرجع كما نحن؟ هل عملية التطبيع ستزيد؟ حسام يعني هو يسأل ولكن قال أرجوك تجاوبني على ذلك السؤال. يعني عبد الله من فرنسا أجابك حسام يعني وكفاني يعني عناء الإجابة على هذا السؤال. شكرا لرسالتك حسام. معنا حسن من فرنسا أم أعود الرسائل؟ طيب في حين يجهز الاتصال من رسالة من نور الدين من المغرب من طنجة تحديدا. مونديال قطر كان عربيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأن المنتخبات العربية حطمت في كل الأرقام القياسية، فلأول مرة يلعب العرب 16 مباراة في مونديال من أصل 62 مباراة، أي في كل 4 مباريات هناك فريق عربي ينافس. طيب هذه إحصائيات. ولأول مرة يترشح فريق عربي للمربع الذهبي، ولأول مرة تحقق 3 منتخبات عربية مجتمع انتصارات في كأس العالم، ولأول مرة يفوز فيه العرب بـ6 مباريات كاملة. هنيئا لقطر وهنيئا للمغرب وهنيئا للعرب. مونديال قطر سيبقى في البال. على كل رسالة فيها إحصائيات جميلة. شكرا نور الدين. عزام من ألمانيا، قطر نجحت في كل شيء، أما هناك حسد على قطر. المغرب تم معاقبة المغرب على رفع علم فلسطين. تم معاقبة المغرب يعني تم معاقبة المغرب مهما فعلوا، معناه في آخر الأمر هذه مباراة كرة قدم، وهذه شعور اللاعب المغربي وهي شعور الشعب المغربي قولا واحدا. حسن من فرنسا، مرحبا حسن. أهلا وسهلا. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام حسن، مرحبا بك. شكرا خويا. خويا بغيت غير نتقدم على قطر على تنظيم هذا الكاس، يعني كاس يعني في محله، واخا الارهاقات ديال الناس باغا تشي نجح هذه المحاوله وداك الشيء. الحمد لله داك الشيء نجح مزيان، فرحنا وجا المغرب تبارك الله، دوله عربيه تبارك الله، جمعت الشمل ديال العرب كاملين والافارقه، وسبحان الله كيبين ربي سبحان الله العظيم الناس باش يعرفوا جات ديك المونديال داك ريان، بارك الله جمع الشمل ديال العرب كامل العالم كامل، وجا المغرب دروك العرب جمعوا على الشمل كامل كل شيء، الشرق الاوسط الافارقه كل شيء شجعوا المغرب. وانا كنشوف انا في فرنسا ولا في المان بلجيكا هولندا كاع الناس متحدين على المغرب على العرب، يعني الحمد لله دوله عربيه كتوصل للنصف النهائي، يعني داروا علاش يستحقوا كل شيء، يعني العرب يستحقوا كل شيء، خاص غير يتحدوا في الحكومات وداك الشيء راه ان شاء الله ربي ما غاديش يخيبهم. شكرا لك حسن من فرنسا، شكرا لاتصالك. شكرا خويا، ربي معك. مرحبا بك. نعود للرسائل ايضا. هناك رساله من ادريس من المغرب يقول بأن نتائج كانت يتحدث عن الفريق المغربي نتيجة مشرفة. طيب على كل، هو أنا فقط تعقيبا على آخر ما قاله حسن في فرنسا حضور القيادات العربية في هذا المونديال، على كل ما نجح فيه مونديال قطر ما نجحت فيه القيادة القطرية، للأسف لم تنجح فيه الجامعة العربية في تجميع كل القيادات العربية في هذا المستوى، يعني رؤساء وملوك ورؤساء حكومات في المؤتمر في القمة العربية الأخيرة في الجزائر. انهينا مع المكالمات، نذهب الى مراسلي الرأي الحر. مراسلو الرأي الحر ليوم الأحد 18 من ديسمبر كانون الأول. البداية تكون مع أم صفوت. أم صفوت والعودة
للحديث عن انتخابات تونس. تقول يبدو أن قيس سعيد لا يكترث بنتائج انتخابات المخجلة الهزلية ولا يريد أن يخرج للناس ويعترف بالهزيمة وأن يقول الحق ولو كان على نفسه، بل لا بل لسان حاله يقول لشعب تونس أنا سأبقى جاثما على صدوركم، واللي مش عاجبه يشرب من البحر المتوسط أو يركب البحر، للأسف هو يركب قوارب الموت في هذا البحر. عبد الرب النبي من المغرب وأيضا يتحدث عن انتخابات في تونس، انتخابات سعيد. الرئيس التونسي منقلب قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري إنه أكاديمي وليس سياسي، يسير في نفق مظلم بعيد كل البعد عن المواطن التونسي، ليس له كفاءة للتدبير السياسي والبناء الديمقراطي الصحيح لمؤسسات الدولة التونسية، ستكون الانتخابات المقبلة فاشلة على الجميع. عماد هزاع من اليمن، أبيات من عماد: في ذكرى الثورة أثار ومقالات واستشعار، وشباب في تونس ماضي ماض حر في ركب الثوار، ما قيس سعيد إلا مغرور لطخاء بالعار، الشعب سيسقطه أرضا ويكون وقودا للنار. على كل هكذا يرى المشهد عماد في أبياته. أبو علي الكعبي: ومونديال قطر، ما أجمل مونديال قطر الذي أثبت رفض الشعوب العربية كافة للتطبيع، فلسطين الغائب الحاضر والحاضر الغائب حقيقة، هذا ما لاحظه الإسرائيليون قبل غيرهم. ونختم مع أبو بدر من المغرب، يقول: أنحن احتراما وتقديرا لأمهات الأبطال بالمنتخب المغربي، ونحن كذلك منتخب المغرب لكرة القدم بقطر، على ما قدمته هؤلاء الأمهات المغربيات لأبنائهن من تكوين تربوي وقيم وأخلاق عالية رغم أنهم بديار المهجر. فتحية لكم الأم عربية، المطلوب من الأنظمة أن تهتم بالناشئة العربية الأطفال الصغار وتوفر لهم جودة التعليم ونوادي رياضية وحرية وعيش كريم. فعلا تحية لكل أمهات المنتخب المغربي ولكل أم عربية، تحية لكل أمهات الدنيا. مع مراسلي الرأي الحر نأتي لنهاية حلقتنا لهذه الليلة. على كل يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي ستظهر أمامكم على الشاشة، عبر تدوينات أو التعبير عن آرائكم أو عبر مقاطع فيديو أو صور في مراسلي الرأي الحر. إذن مع مونديال قطر، مع الأرجنتين التي رفعت هذا المونديال بعباءة قطرية، مع هذا النجاح القطري، مع التألق المغربي، ومع أيضا التألق الدائم لفلسطين في مثل هكذا محافل دولية، نأتي لنهاية الرأي الحر لهذه الليلة في أمان الله.